الحلقة الثالثة من بين 7 أجزاء حول كيفية فهم الإسلام، التفريغ النصي للشهادة. في هذا الجزء سأتحدث عن أهمية تثقيف أنفسكم بشأن الإسلام، أو أن تأخذوا على عاتقكم مسؤولية فهم الإسلام. باختصار شديد، إن الإسلام مؤسس على القرآن الذي أوحي به حرفياً لمحمد، وأيضاً على السنة، الأحاديث، وسيرة حياة محمد، اللذين يعتبران الوثيقة المكتوبة التي تمدنا بتعاليم محمد وأقواله وطريقة حياته. يمكنكم الحصول على هذه الكتب بأنفسكم. يمكنكم شراء الكتب صحيح البخاري المعروض على الشاشة، وفيه 9 مجلدات باللغة العربية مع ترجمة إلى الإنجليزية، وصحيح مسلم الذي قام بجمعه رجل يدعى مسلم، وهي مجموعة أخرى من الأحاديث الصحيحة، علما أن الاثنين يعتبران من المراجع الموثوقة والصحيحة، وفيه 4 مجلدات. ولأهل السنة كتب الحديث 6 التي يعتمدونها، وهي متاحة للجميع، ويوجد عدد منها على الإنترنت. يمكنكم تصفح القرآن على الإنترنت، وكذلك التفسير أيضا. تفسير ابن كثير تم ترجمته إلى الإنجليزية، ويستعمله المسلمون على نطاق واسع جدا في الغرب الذين يتكلمون الإنجليزية، ويمكنكم الحصول عليه بأنفسكم. إذن إذا اقتبس أحدهم آية من القرآن ورحتم تتساءلون عن معناها، يمكنكم الرجوع إلى كتب التفسير ومعرفة ما يقوله ابن كثير بشأن تلك الآية. ترتيب كتب التفسير مختلف قليلا عما قد تتصورونه، لكنكم ستعتادون عليها وستتمكنون من بحث القضايا بأنفسكم. أود تمكين الناس من فهم الإسلام بأنفسهم، لأن الناس عادة يعتمدون على معلومات تصلهم على لسان آخرين، ما يضعف قدرتهم على الفهم ويخلق صعوبات لديهم. في الواقع من حق غير المسلمين أن يدرسوا الإسلام بأنفسهم، فالإسلام يؤكد أن هناك تناقض مع المسيحية، والإسلام يؤكد على أنه يتناقض مع اليهودية أيضا، والمسلمون يتعلمون أمورا كثيرة عن المسيحية واليهودية. سورة الفاتحة، وهي السورة الأولى من القرآن، وهي تمثل جزءا من عبادة المسلمين اليومية، هي مماثلة نوعا ما للصلاة الربانية من حيث استخدامها في العبادة، وتتم تلاوتها 17 مرة في اليوم كجزء من الصلوات الإلزامية 5 مرات في اليوم المتوجبة على كل مسلم. إنها أساسا صلاة لطلب الهداية. تذكروا أن الإسلام يدور حول الهداية، وقد جاء فيها: يا الله أرجوك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الأشخاص المغضوب عليهم من الله أو الأشخاص الضالون؟ تبعا لحديث عن محمد نجده يقول إن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم المسيحيون. إذن حين يصلي المسلمون 17 مرة في اليوم، ألا يصبحوا مثل القوم المغضوب عليهم وألا يضلوا، أي ألا يصبحوا من اليهود أو من المسيحيين. وبالتالي فإن في صميم الإسلام يكمن رفض المسيحية، وهو يحتل مكانة في صلب العبادة اليومية، كما لو كانت الصلاة الربانية تقول: لا تجعلني مثل هؤلاء المسلمين البائسين المنحرفين. إذن هذا هو مدى ترسخ رفض المسيحية واليهودية في الإسلام. والآن هذا فيديو وجيز بعنوان أفضل فاتحة على الإطلاق، إنها تلاوة لسورة الفاتحة باللغة العربية، وحين تتم تلاوة ذلك الجزء الذي يتحدث عن الصراط المستقيم ترون ومضة بريق، ومن بعده تظهر صورة معبد يهودي، ومن ثم صورة كنيسة، وهما صورتان تعكسان القول ليس مثل هؤلاء القوم، سترون ذلك خلال العرض. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن تبدأ الصلاة بالحمد، وهذه هي الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. إنها صلاة الهداية. صراط الذين أنعمت عليهم، ها هو الجامع. غير المغضوب عليهم، هذا هو معبد اليهود. ولا الضالين، كنيسة.
إضافة يتضمن الإسلام عددا من التعاليم اللاهوتية التي تشير تحديدا إلى المسيحيين واليهود، كما أن الإسلام يعلن بصورة مطلقة عن زعمه بسموه على الديانات الأخرى. يقول القرآن إن المسلمين أفضل قوم في الخليقة، وقد قدر لهم أن يقوموا بهداية البشر أجمعين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن من الذي يملك السلطة والتفويض الإلهية لتحديد الصواب والخطأ في العالم؟ هم المسلمون. وهنا أحد المحتجين في لوس أنجلوس، وقد كتب على قميصه تعهد جماعة الإخوان المسلمين، وهو يتضمن هذه الجملة: سأنهى عن المنكر وأمر بالمعروف. فكيف يمكن لهذا الرجل أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر إذا لم تكن له السلطة لفعل ذلك؟ من يمارس هذه الدعوة الإلهية لابد أن يمتلك السلطة لتتميمها. أيضا يقول القرآن إن قدر الإسلام هو التسلط على الديانات الأخرى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، تذكروا الهداية؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا النص يعني أنه قدر للإسلام أن يغلب أو ينتصر أو يهزم ثم يسود على كل الديانات الأخرى. هذا هنا محتج في نيويورك يرفع لافتة تبين راية الإسلام السوداء محلقة فوق البيت الأبيض. الإسلام سيهيمن، الإسلام سيحكم أمريكا سياسيا، هذا ما يقوله. ومن الجائز أنه كان يقتبس ما جاء في سورة الفتح والآية 28. أيضا الإسلام يعلم أنه لا يحق للمسلمين بأن يدرسوا الإسلام بأنفسهم بشكل مستقل. الشيخ البوطي الذي كان شيخا بارزا في سوريا وهو قد قتل مؤخرا في هجوم انتحاري يفسر الآية 43 من سورة النحل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كدليل على أنه إذا كان أحدهم يجهل حكما من الأحكام الشرعية أو لم يجد لها الدليل فعليه أن يسأل من هو أعلم منه. يعني أنك إذا كنت مسلما محتاجا إلى الهداية فعليك أن تجد من هو أكثر علما منك وتتبع ما يوصيك به. لدى كل إنسان شخص يعلمه ما يجدر به فعله. ما لا يجب عليك فعله هو قراءة القرآن والسنة بنفسك واستخلاص ما يجب عليك فعله. يعتبر هذا الأمر خطرا جدا. التقيت شابا كان قد اعتنق الإسلام في ملبورن وقلت له: لقد قرأت الأحاديث وقرأت صحيح البخاري وصحيح مسلم من البداية حتى النهاية. فقال لي: لا يجوز لك أن تفعل ذلك. فقلت له: وجدتها كتبا مثيرة. إذن يجدر بكم أن تدرسوا بأنفسكم على الرغم من أن الإسلام لا يشجع المسلمين على فعل ذلك، هو لا يشجعهم على القراءة. قد يحفظ الكثير من المسلمين جزءا من القرآن أو كله باللغة العربية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنهم يفهمونه. واللغة العربية في القرآن يصعب كثيرا فهمها، فثمة أجزاء تكاد تبدو غير مترابطة، القواعد اللغوية يصعب فهمها، ولا يمكن فهمها إلا من خلال الاستعانة بكتب التفسير. في الواقع الترجمات التي ترجمها المسلمون للقرآن ليست ترجمات حرفية، إنها توضيح للمعاني، فإذا صادفهم مقطع لم يكونوا متأكدين من معناه فإنهم يبحثون عنه في كتب التفسير ويترجمون المعنى المسند إلى المقطع. إذن الترجمات الإنجليزية ليست ترجمات فعلية بالمعنى المفهوم للكلمة، هي تسمى ترجمة معاني القرآن. أحيانا يقول المسلمون: هذه معاني القرآن. أحيانا قالوا لنا إن ذلك نتج عن تقديرهم الكبير للغة العربية. في الواقع إنهم يقومون بترجمة المعاني التي توصل إليها المفسرون وليس المعاني الحرفية. هذا يعني أنه لا يمكن الاطلاع على القرآن بصورة ديمقراطية، فالإسلام ليس كتابا واضحا للجميع على عكس الكتاب المقدس، فبإمكان الجميع قراءة الأناجيل. يمكنكم أن تقرأوا كل ما هو مكتوب عن يسوع في غضون ساعات عبر قراءة الأناجيل الأربعة. لكن قصة حياة محمد مكتوبة في كتاب مؤلف من 800 صفحة، والأحاديث عبارة عن مجلدات عدة، والقرآن كتاب يصعب جدا فهمه، فهو بلغة عربية فصحى يعسر فهمها، ولم يترجم بشكل مباشر بل تمت ترجمة معانيه. قال البوطي: كما يلتزم المفتي بدلائل القرآن كذلك يلتزم العمي بالفتوى الصادرة عن المفتي. إذن هكذا تم تنظيم السلطة. إذن تم تنظيم السلطة في الإسلام بطريقة غير ديمقراطية، بطريقة لا تمنح الحرية للإفراد ليتخذوا قرارات متعلقة بإيمانهم أو ليفهموا إيمانهم. من المهم أن تأخذوا في اعتباركم هذا الأمر حين تتحدثون مع مسلمين. على ضوء ذلك تتبين لنا أهمية أن يأخذ المسيحيون سلطة ومسؤولية معرفتهم للإسلام. ففي بعض الأحيان صادفت أشخاصاً عملوا لفترة طويلة من الوقت بين مسلمين، بعضهم مرسلون خدموا 20 سنة، وكانت لديهم أفكار مغلوطة عن الإسلام، يمكن إثبات عدم صحتها بسهولة.
مثلا كان لدي صديق عاش سنوات عديدة كمرسل في الباكستان، وكنا نتحدث عن ختان الإناث، فقال إن ختان الإناث ليس جزءا من الإسلام. فقلت له: كيف عرفت ذلك؟ فأجاب: أخبرني مسلم بذلك. فقلت له: هذا هو الحديث الذي يوصي فيه محمد بعدم المبالغة في القطع، هذه الأحكام القانونية التي تفسر ذلك، وهذه هي أوجه الخلاف بين المدارس المختلفة. فقال: لم أكن أعرف ذلك. إذن حتى الأشخاص الذين عاشوا في بيئة إسلامية لفترة طويلة وتعلموا فيها ربما يجهلون تماماً الجوانب الأساسية الفعلية لهذا الدين. من المهم جداً فهم ذلك. لهذا السبب يجب عليكم كمسيحيين أن تتحملوا مسؤولية فهم الإسلام بأنفسكم. نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، فيما بعد سنتحدث عن الشريعة.